بسم الله الرحمن الرحيم. مع المحاضرة الثانية من كورس الفيزيكال أورجانيك كيمستري، بنستكمل في المحاضرة دي الكلام حوالين الكربون كومباوند والاستراكشر والبوندنج فيه، وازاي البوندنج والاستراكشر بيأثروا معايا على الاكتيفيتي بتاعت المركب. احنا هنتناول في الجزء دوت اللي هي البوند بولاريتي والالكترونيجاتيفيتي للذرات وتأثيرها على البوند بولاريتي. طيب، زي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت، عملية الترابط الكيميائي او عملية تكوين الروابط بين الذرات، في منها انواع كتير، في منها الايوني، في منها التساومي. الايونيك والكوفيلنت بوند ديت بتعتبر الانواع الرئيسيه للترابط في المركبات بشكل عام، ولكن الروابط يعني مش محصوره بين النوعين دول. في انواع كتير من الترابط بتاخد اشكال مختلفه، بتتراوح ما بين الايونيه والتساهمية. معظم الروابط اللي موجودة بتتراوح أو بتبقى أخدة نوع وسط ما بين الأيوني والتساهمي، ودي اللي بنسميها اللي هي البولار بوند. بتحصل إمتى البولار بوند أو البولاريتي في الكوفيلنت بوند؟ بتحصل لما بيحصل ترابط ما بين تو أتوم يختلفوا في السلبية الكهربية، أو في فرق في السلبية الكهربية بينهم عادي. لو بصينا للوضع دوت، لو انا عندي ذرتين في اختلاف ما بين السلبية الكهربية ما بينهم، بلاقي ان الذرة الاعلى في السلبية الكهربية بتبدأ تسحب الكترونات الرابطة ناحيتها بشكل اكبر من الذرة التانية، وبالتالي بيحصل عملية استقطاب للالكترونات بشكل اكبر ناحية الذرة الاعلى في السلبية الكهربية، وهنا بتتولد اللي هي بنسميها البولر، او بيحصل توزيع للالكترونات غير متساوي، بتتولد او بنسمي الرابطه في الحاله ديت اللي هي البولر كوفيلنت. بالرجوع الى قيم الالكترونيجاتيفيتي، لو كانت الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس ما بين التو بوند اتوم اقل من 0.5، فالحاله ديت بنسمي بتكون البوند عندي نون بولار كوفيلنت بوند، بتبقى بيور كوفيلنت بوند او نون بولار كوفيلنت بوند. في حالة ان الالكترونيجاتيفيتي بتتراوح ما بين 0.5 ل 2، او الفرق في السلبية الكهربية ما بين الذرتين بتتراوح ما بين 0.5 ل 2، في الحالة ديت بتبقى بنسميها او بتبقى بنصنفها كبولار كوفيلنت بوند. الحالة الرابعة، لو الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس ما بين التو بوندد اتوم اعلى من 2، في الحالة ديت بتتكون عندي اللي هي الايونيك بوند او البيور ايونيك بوند. بالنسبة للمركبات العضوية، بنتخذ احنا الكربون هيدروجين بوند على اساس ان هي تعتبر نان كوفيلنت بوند، تمام، نتخذها كمقياس بحيث ان انا عندي الالكترونيجاتيفيتي للكربون 2.5، وبالنسبة للهيدروجين 2.1، فبالتالي الفرق ما بينهم اقل من النص، فبالتالي بتعتبر من اللي هي نان بولار كوفيلنت بوند. لو بصينا على الفجرة اللي قدامنا هنا، هلاقي هنا بيوضح لي البولاريتي، فهنا بيقول لي ان هي نان بولار في حالة الهيدروجين والهيدروجين اللي هي الذرات المتماثلة. في حالة الهيدروجين والكربون تمام بتبقى سلايت بولار، هي يعني تعتبر نان بولار، ولكن هنا بيقول ان هي سلايت بولار. في حالة مثلا زي ال H وال Cl بتبقى هاي بولار، قيمة هنا اعلى من النص. الكربون والليثيوم فيري هاي بولار 1.5، والصوديوم والكلورايد تقترب من هي 1.5،
او اتنين اللي هي بتعتبر دخلت في الايونيك بوند. الكربون عادة مع الهيتيرو اتوم زي النيتروجين والهالوجين بيكون معايا اللي هي العناصر الاعلى منه في السربية الكهربية، بيكون معاها اللي هي البولار كوفيلنت بوند. تمام، البولار كوفيلنت بوند زي ما شايفين كده بيحصل ان زي ما بيحصل ديسبليسمنت للالكترونات ناحية الذرة الاكثر في السالبية الكهربية، بلاقي ان الذرة الاعلى في السالبية الكهربية بتكتسب اللي هي الشحنة السالبة الجزيئية، والاقل في السالبية الكهربية بتكتسب الشحنة الموجبة الجزيئية. الاسهم اللي بيتم رسمها هنا اللي هي الاسهم اللي هي بنسميها الكروزد ارو، كروزد ارو ديت بتعمل انديكيشن لاتجاه البولاريتي بتاعه البوند، اتجاه البولاريتي او سحب الالكترونات ناحيه الكلورايد في الكلورو مثال، الكلورو مثال المثال اللي قدامنا هنا. تمام، هنا حاسب الفرق في السالبيه الكهربيه ما بين ذره الكلور والكربون. واللي بيمثل لي اتجاه الاستقطاب ناحية ذرة الكلور برأس السهم، وبيجي عند ديل السهم أو الذرة الأقل في السالبية الكهربية بيبقى فيه كروس، ودي بتعني المكان اللي بتسحب منه الإلكترونات وبتتكون عليه الشحنة الموجبة الجزيئية. في حالة ترابط الكربون مع الميتال أو في الأورجانو ميتاليك كومباوند بتحصل انعكاس للبولاريتي، بحيث ان الكربون في الحالة دي بتاخد هي الشحنة السالبة او بتسحب الالكترونات ناحيتها من الميتال، لان الميتال هنا بيبقى اقل كتير في السالبية الكهربية عن الكربون، وبيبقى الفرق في السالبية الكهربية زي ما احنا شايفين مثلا في اللي هو جرينيرد ريجنت او مع المغنيسيوم، فبلاقي ان الاورجانوميتاليك كومباوند هنا تبقى البولاريتي معكوسة، البوزيتيف موجودة على الميتال والنيجاتيف موجودة على الكربون. طيب ممكن نرجع للانرجي ليفل دايجرام للاتومز بتاعتنا ونشوف الفرق في السالبية الكهربية ازاي بيأثر على البوند او البولاريتي او البولار بوند بيبقى شكلها عامل ازاي بالنسبة للطاقة بتاعت الاوربيتالات. لو افترضنا هنا ان انا عندي اتوم السالبية الكهربية بتاعتها اعلى عالية، وأتوم تانية السلبية الكهربية بتاعتها أقل منها، ويحصل ما بينهم ترابط، فبيحصل تداخل عندي هنا ما بين الأوربيتالات، بحيث تتضح معايا بالنسبة للألوان هنا الأقل في السلبية الكهربية أخذ اللون الأحمر، والأعلى في السلبية الكهربية أخذ اللون الأزرق. طبعا الذرة الأعلى في السلبية الكهربية عندي بتعمل عملية جذب للإلكترونات بشكل أعلى، فبالتالي بتعمل stabilization للأوربيتال بتاعتها، بتبقى أقل في الطاقة، إنها بتبقى very held أو بتبقى ممسوكة كويس بالنواة. تمام، فبتبقى الأوربيتالات بتاعتها أقل في الطاقة مقارنة بالهاي أو الليس إلكترونيجاتيف أتوم. لما بيحصل تداخل ما بين التو أوربيتال عشان يكونوا عندي الكوفيلنت بوند، بنلاحظ إن دايما بيحصل انسيمتريك شيرنج للاوربيتالات، فبلاقي ان دايما اوربيتالات الترابط او النيوكلير اوربيتال اتكونت الجديده بتبقى اقرب في الطاقه للاوربيتالات بتاعه الذره اللي هي المور الكترو نيجاتيف، فبلاقي هنا ان المور الكترو نيجاتيف اتوم بيحتمل كونتريبيوشن اعلى في البوندنج موليكولار اوربيتال، وبالعكس بلاقي ان الليس الكترونيجاتيف بتعمل مشاركه اكتر في اللي هي الانتي بوندنج اوربيتال، بحيث ان الطاقات بتاعه الاوربيتالات الذريه بتبقى قريبه اكتر للاوربيتالات او الانتي بوندنج اوربيتال بالنسبه للي هي الاقل في السلبيه الكهربيه، وطاقه الاوربيتالات للذره الاعلى في السلبيه الكهربيه بتبقى المولكيولار اوربيتال اقرب ليها اللي هي البوندنج مولكيولار اوربيتال. الكلام ده طبعا بينطبق زي ما بينطبق على السيجما او والباي بوند مع بعض. طيب ليه بنتكلم عن البوند بولاريتي، او ايه اهمية البولاريتي ككونسيبت في الكلام بتاعنا حوالين الرياكتيفيتي للمركبات العضوية؟
البوند بولارتي عندي هنا بتأثر على الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز بتاعة المركبات بتاعتي، بتأثر على الخواص سواء الخواص الفيزيائية أو الكيميائية. البوند بولارتي كمان تعتبر من الأسس المهمة في موضوع اللي هو الاستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب، بتأثر على الاكتيفيتي بتاعة المركبات وبتربطها دايما بالاستراكشر، او بتبقى هي جزء الاستراكشر المسؤول عن الرياكتيفيتي بتاعة المركب. كمان من اهمية الكلام عن البولار بوند او البولارتي في الكوفيلنت بوند، ان هي بتأثر على الرياكتيفيتي بتاعة المركب نفسه او الاتوم او البوند، تمام، اتجاه رياجنت بعينه، تمام. على حسب نوع الرياجنت هتبقى الرياكتيفيتي بتاعة المركب بتتغير حسب البولاريتي بتاعة البوند اللي موجودة في المركب وتأثيرها على الاستراكشر. تأثير البولاريتي على الاستراكشر بيظهر عندي في نقطتين، النقطة الأولى اللي هو الاندكتيف افكت، والنقطة التانية اللي هي الفيلد افكت. الفيلد افكت والاندكتيف افكت ايه معناهم؟ هنتعرض ليهم دلوقتي بالتفصيل. الاندكتيف افكت بيقصد بيه ايه؟ الاندكتيف افكت هنا المصطلح نفسه بيشير الى ايه؟ بيشير للبولاريتي اللي بتظهر او بتنتج في المولكيول كناتج للفرق في السلبية الكهربية ما بين الاتوم المكونة للمولكيول. الاندكتيف افكت بيبقى دايما في السيجما بوند، او البولاريتي بتبقى او بيشتغل على البولاريتي اللي بتحصل في السيجما بوند او السنجل بوند عامة. الاندكتيف افكت بيعمل عملية سكسيسيف بولاريزيشن، يعني عملية استقطاب متوالية في السيجما بوند اللي موجودة في الموليكيول، زي المثال اللي قدامنا هنا اللي هو الكلورو ايثان. بلاقي هنا ذرة الكلورايد بتسحب الالكترونات في اتجاهها، تمام، فبالتالي بتأثر على الاتوم والبوند اللي بتليها او المجاورة ليها. هو ده اللي يقصد بيه اللي هو الاندكتيف افكت، ان عملية الاستقطاب اللي بتحصل في السيجما بوند وتأثيرها على الاتومز اللي حواليها والاتوم اللي بعدها. طبعا تأثير الكلورين مش بيظهر فقط على ذرة الكربون المرتبط بيها، لا، ده بينتقل كمان للبوند اللي بعدها، تمام، اللي هي الكربونة رقم 2. فبلاقي مثلا ان الكربون بوند هنا برغم ان هي تعتبر نان بولر ولكنها بتتأثر بالبولاريتي بتاعت الكلورين اللي موجود المرتبط بالذرة اللي جنبها، تمام، فبالتالي بيأثر عليها بسبب الالكترونيجاتيفيتي او سحب الالكترونات في البوند المجاورة ليها. مش فقط بيأثر الكلورين او بيسحب الالكترونات او بيعمل استقطاب على البوند اللي هو مشارك فيها مع ذرة الكربون رقم 1 زي ما احنا شايفين هنا قدامنا، تمام، ولكن بيمتد تأثيره ان هو بمجرد ان هو بيأثر او بيعمل عملية او البولاريتي بتظهر تأثيرها على الكربونة رقم 1 فبتكتسب شحنة موجبة جزيئية، فبالتالي الكلام ده بيأثر كمان أو بيخلي الكربونة دي تعوض النقص أو الشورتج بتاع الشحنة اللي حصل لها بسبب الكلورين من ذرة الكربون اللي بعدها أو من البوند اللي بعدها، فبتبدأ تسحب الإلكترونات من ذرة الكربون رقم 2، تمام، ناحيتها، وده بيؤدي إلى اكتساب الذرة رقم 2 شحنة موجبة جزيئية برضه ولكن بشكل أقل، وذلك لأن تأثير الكلورين نفسه أو ذرة الكلورايد على ذرة الكربون رقم 1 خلاص أقل بكتير من تأثيرها على الذرة رقم 2، وخصوصا إن بيتم عملية السحب عن طريق كربونة رقم 1. كذلك الشورتج اللي حصل على الكربونة رقم 2، تمام، بيخليها تأثر برضو على الكربونة رقم 3 بنفس الأسلوب ولكن بصورة أقل. السكسيسيف افكت اللي بيحصل للاندكتيف افكت او للبوند بولاريتي هنا ان هو بيبدا يقل مع
كل ما المسافة زادت، كل ما المسافة زادت، المسافة زادت بعيد عن الالكترونيجاتيف اتوم، فبالتالي بتأثر على او بتقلل من تأثير الاندكتيف افكت او البولاريتي بهذا الشكل، تمام. فهو بيحصل له عملية دايمنشن سريع جدا كل ما بعدنا عن السورس اللي هو ذرة الكلورايد او الكلورين، فبيحصل ديكريز للافكت او الاندكتيف افكت بشكل سريع، تمام، لدرجة ان هو في المركب ممكن ان هو التأثير بتاعه يبقى مهمل بعد ذرة الكربون رقم 2. كل الاندكتيف افكت او الاندكتيف افكت هي عبارة عن بيرمننت بروبرتي، هي خاصية ثابتة في المركب، او عملية بولاريزيشن بتحصل في شكل ثابت في المركب وهو موجود في الجراوند ستيت. في الحالة الطبيعية بتاعته أو الحالة المستقرة بتاعته بتبقى بتأثر على الستراكشر أو بتأثر على الخواص الكيميائية والفيزيائية بتاعة المركب وهو في الجراوند ستيت. طيب الاندكتيف افكت بيتم عملية قياسه، تمام، بيتم عملية قياسه ازاي؟ بنفترض ان ال relative inductive effect بالنسبة للهيدروجين بيتم قياسه عن طريق ال relative inductive effect أو نسبة إلى ال inductive effect للهيدروجين. فبناخد الهيدروجين كreference عندي في الميكروب اللي قدامنا هنا، تمام، كستاندر. فحالة الملكيول اللي هو اللي بنفترضه ان هو كربون بترتبط بثلاث مجموعات والرابطة الرابعة مع الهيدروجين. في حالة ان احنا استبدلنا الهيدروجين هنا بمجموعة اللي هي زد، طيب في حالة ان زد بتأثر على الالكترون دينستي اللي موجودة على الجزء او البارت اللي هو CR3، تمام، فبالتالي لو زد هنا بتأثر ان هي بحيث ان الكثافة الالكترونية على المجموعة هنا اقل من الكثافة الالكترونية اللي كانت موجودة عليها في حالة الترابط مع الهيدروجين، في الحالة دي بنقول ان الزد او الزد جروب ليها نيجاتيف اندكتيف افكت، تمام، ليها نيجاتيف اندكتيف افكت او بنسميها النيجاتيف اندكتيف جروب، تمام، ليها نيجاتيف اندكتيف افكت، بمعنى او بمعنى ان المجموعه ديت بتسحب الالكترونات من الكربون، بتسحب الالكترونات في اتجاه ناحيه الكربون، يعني هي اعلى في السلبيه الكهربيه. طيب لو العكس حصل، لو كانت الكثافه الالكترونيه اللي موجوده على الكربون R3، تمام، اعلى من اللي كانت موجوده عليها على نفس المجموعه في حاله الترابط مع الهيدروجين، فبالتالي الزد هنا بيقال ان هي ليها بوزيتيف اندكتيف افكت او هي بوزيتيف اندكتيف جروب، ده معناه ان المجموعه دي بتدفع الالكترونات ناحيه الكربون او ناحيه الجزء اللي هو العضوي. دي امثله عامه حوالين المجموعات اللي ليها نيجاتيف اندكتيف افكت والمجموعات اللي ليها بوزيتيف اندكتيف افكت. اختصارا المجموعات اللي ليها نيجاتيف inductive effect هي المجموعات اللي بتسحب الالكترونات من الجزء من الكربون، تمام، اللي هي المجموعات اللي ليها سلبية الكهربية اعلى من الكربون، بتتضح عندنا هنا في الامثلة في الايونات الموجبة، ايونات النيتريوم او السلفايدز او الامونيوم، تمام، مجموعات النيترو والسلفونيوم والسيانايد ومجموعات الكربوكسيل، مجموعات الهالايدز والهيدروكسيل والالكوكسي، تمام، كلها بنلاحظ فيها ان هي فيها اللي هي الهيتيرو اتوم اللي بتبقى اعلى في السلبيه الكهربيه من الكربون. طيب البوزيتيف اندكتيف افكت او المجموعات اللي ليها بوزيتيف اندكتيف افكت عندنا بلاحظ ان هي دايما بتبقى ايونات سالبه زي ايون الالكوكسي او ايون الكربوكسيليت في مجموعات الالكايل نفسها التيرشري والسكندري والبرايمري، كل دي ليها مجموعات ليها الكترون ريليزنج افكت او ليها خواص دافعه للالكترونات بتدفع الالكترونات ناحيه ذره الكربون.
الجزء التاني في تأثير البولاريتي بتاعت البوند على المركب اللي هو الفيلد افكت. الفيلد افكت قرين دايما للاندكتيف افكت. الفيلد افكت بيحصل او بيعزى الى السبيس انتر اكشن، تمام، بيحصل خلال السبيس انتر اكشن اللي هو الالكتريك دايبول ريزالتنج فروم بولار بوند، تمام، اللي هو تأثير البولار بوند ولكن ليس من خلال المركب او البوند بتاعت المركب، ولكن من خلال السبيس اللي حوالين المركب او حتى اللي هو السولفنت المحيط بالمولكيولز. اللي هو بيتم عن طريق السبيس او عن طريق السولفنت المحيط بالمولكيول لو كانت في حالة السوليوشن. زي ما قلنا ان في سيميلاريتي ما بين الفيلد والاندكتيف افكت، فهما لما بيحصلوا او بيحصل الاندكتيف افكت بيبقى في فيلد افكت ولكن بشكل اضعف، فبالتالي الاتنين بيعتبروا جزء لا يتجزأ من بعض، دايما بيبقوا مرتبطين دايما ببعض. الفرق بيكمن هنا في ان الفيلد افكت بيبقى اضعف بكتير من الاندكتيف افكت، تأثيره يبقى اضعف من الاندكتيف افكت، بيتلاشى سريعا اسرع من الاندكتيف افكت مع الديستنس، ولكن بيظل ان هو ممكن يحصل عملية تأثير على البروبرتس بتاعت الموليكيول على سبيل المثال زي الاسيديتي. الفيلد افكت بيعتمد اكتر على الجيومتري بتاعت المولكيول، الزوايا بتاعت البوند او الاتجاهات بتاعت المجموعات في المولكيول. ولكن عندي هنا مقارنة بالاندكتيف افكت، الاندكتيف افكت بيعتمد على طبيعة البوند نفسها، تمام. يبقى الفيلد افكت، الفرق ما بين الفيلد افكت والاندكتيف افكت، الفيلد افكت بيعتمد على الجيومتري في المولكيول، والاندكتيف افكت بيعتمد على طبيعة البوند نفسها او البولاريتي اللي داخل البوند نفسها او طبيعة الذرات المكونة للبوند. لو بصينا للمثال اللي قدامنا هنا، ده عبارة عن اسيد ليه ستراكشر معين او تو ايزومر لنفس الاسيد، تمام. الفرق ما بينهم هنا اتجاه مجموعات الكلورايد هنا ناحية اليمين ومجموعات الكلورايد في الايزومر التاني ناحية الشمال. تغير اتجاه مجموعات الكلورايد هنا، تمام، لقوا ان هو بيأثر على الاسيديتي بتاعة المركب رغم ان مجموعة الكربوكسيل بعيدة خالص عن الكلورايد في الحالتين في الترابط، ولكن وجدوا ان التغير اتجاه مجموعات الكلورايد، تمام، أثر كتير على الحامضية بتاعة المركب، فكانت الحامضية للمجموعات للمركب اللي فيه مجموعات الكلورايد ناحية اليمين أعلى، البي كي اي بتاعه لقوه أعلى من البي كي اي للأيزومر المقابل ليه اللي فيه مجموعات الكلورايد ناحية الشمال. ده عزو لأن مجموعات الكلورايد هنا بتأثر عن طريق الفيلد افكت أو السوليوشن، تمام، على مجموعة الكربوكسيل، ولكن تأثيرها في المركب التاني بعيد خالص عن مجموعة الكربوكسيل اللي موجودة في المركب. خلاص، فتغير الجيومتري بتاعت المركب غير المسافة ما بين مجموعات الكلورايد والكربوكسيل في التو ايزومر، فالايزومر اللي فيه مجموعات الكلورايد المسافة ما بينها وبين مجموعات الكربوكسيل، تمام، اقرب او اقصر، كانت الاسيديتي بتاعتها اعلى او تاثيرها على الاسيديتي كان اعلى بعكس المجموعات اللي فيها مجموعات الكلورايد بعيده عن مجموعه الكربوكسيل، رغم ان المسافه او الفرق في المسافه مش كبير، ولكن كان ليها تاثير على الاسيديتي بتاعت المركب نفسه، وده عن طريق او يعزى الى تاثير مجموعات الكلورايد عن طريق الفيلد افكت على مجموعه الكربوكسيل.
بننتقل هنا لجزء تاني او فيتشر تاني في الاستراكشر في المركبات العضويه، وهو الديلوكاليزد كيميكال بوندنج او المعروفه اشهر اللي هي الريزونانس. الريزونانس ايه حكايته؟ هنا بيقول لي ان في بعض المركبات العضويه اللي فيها او السنجل ستراكشر بتاعها ما بيفسرش كل الخواص بتاعتها، او غير مرضي في تفسير بعض الخواص بتاعتها. بيقولوا ان هي عبارة ان ليها اكتر من الكترونيك ستراكشر، على سبيل المثال اللي قدامنا هنا اللي هو السايكلو هيكساتراين. تمام، السايكلو هيكساتراين لو احنا هنتكلم عليه فاحنا بنتكلم على مركب ليه خواص، او الاستراكشر بتاعه او الاسيومد ستراكشر بيفرض خواص معينه للمركب غير الخواص المقاسه طبيعيا او الخواص الحقيقيه بتاعه المركب. فهما بيقولوا هنا ان الخواص دي ما تجيش من الكترونيك ستراكشر واحد، ولكن ممكن بقيه الخواص تفسر بالكترونيك ستراكشر تاني، والخواص ولكن ما بيكفيش ان الالكترونيك ستراكشر التاني ده برضو ما بيوصفش او ما بيفسرش كل الخواص بتاعت المركب، فلازم التو ستراكشر دول مع بعض هم اللي بيفسروا الخواص بتاعت المركب في المجمل. فبالتالي بيفترضوا ان الاستراكشر بتاع المركب ما هو الا عبارة عن هايبرد ما بين التو ستراكشر دول. تمام، او التو ستراكشر دول موجودين في المركب، او المركب بيتغير ما بينهم علشان يدي او يجمع ما بين الخواص بتاعه التو ستراكشر دول. تمام، في الحاله دي ان التو ستراكشرز دول لما بيتجمعوا مع بعض بيدوني الوصف الحقيقي او الوصف الدقيق للمركب، زي ما اتكلمنا على السايكل هيكساتراين ما هو الا حلقه البنزين. لو انا هتكلم على سايكل هيكساتراين فهيبقى ده الشكل بتاعه او الشكل المفترض بتاعه هذا الشكل، اللي هو الشكل غير منتظم او في بوند طويله اللي هي السنجل بوند اطول من الدبل بوند. تمام، ولكن المركب الخواص بتاعته مش موجوده كده في الطبيعه، فهي موجوده بهذا الشكل ان عنده شكل سداسي منتظم. تمام، بهذا الشكل وليس في شكل من الشكلين دول، ليس شكل من الشكلين دول، ولكن هو شكل سداسي منتظم عبارة عن هجين ما بين الشكلين اللي قدامنا. المركبات دي بيفسروها ان هي بتحتوي على بوندنج اوربيتال. تمام، مش موجودة، او البوندنج اوربيتال بتاعتها مش محصورة ما بين تو اتوم فقط، ولكن منتشرة على اكتر من اتوم. البوندنج اوربيتال ديت تنتشر على اكتر من اتوم. تمام، في الحالة ديت بيقولوا ان البوندنج اوربيتال ديت بتعمل عملية اللي هو الديلوكاليزد بوندنج او كيميكال بوندنج. ديلوكاليزد كيميكال بوندنج اللي هي الروابط الغير محددة او الغير ثابتة. يعني ايه؟ يعني هي زي ما احنا عارفين ان البوندنج بتبقى ما بين تو اتوم، ولكن في حالة الديلوكاليزد بوند تمام ديت بتبقى على اكتر من تو اتوم، بيبقى الاوربيتال منتشر على اكتر من تو اتوم. وده بيدي اللي هو المركب بيبقى له كذا احتمالية في الاستراكشر بتاعه، في الالكترونيك ديستريبيوشن بتاع المركب نفسه. تمام، اللي هي بنسميها الكانونيكال ستراكشر، زي التو ستراكشر هنا اللي هما بتوع حلقة البنزين. تمام، دي بنسميها اللي هي الكانونيكال ستراكشر او الريزونانس كونتريبيوترز. تمام، كستراكشرز اللي هو بيحصل اللي هو المركب المكافئ ليها اللي هو المركب الهجين ما بين التو ستراكشر دول، دي بنسميها ان هي ظاهرة الريزونانس او عملية الرنين ما بين تو ستراكشر، ان المركب بياخد جزء من الوقت على الكترونيك ستراكشر او الكترونيك كونفيجريشن معين، بعد كده بيتغير لالكترونيك كونفيجريشن تاني في النص الوقت التاني،
وبيحصل عملية تردد ما بين التو ستراكشر دول في حالة مستمرة، فدي بنسميها اللي هي ظاهرة الرنين. الريزونانس كتعريف بيقول لي ان هو طريقة بيوصف بيها البوندنج في بعض الجزيئات المعينة، تمام، او حتى ممكن تكون في بعض الايون، عن طريق عملية كومباينيشن لسيفرال كونتريبيوتنج ستراكشر. خلاص بيعمل عملية كومباينيشن او تركيب لاكتر من ستراكشر في حالة من اللي هو الريزونانس هايبر، او الى ما يسميه الريزونانس هايبرد ستراكشر او الهايبرد ستراكشر او الشكل المهجن او التركيب المهجن ما بين الكونتريبيوتنج ستراكشر المفترضة للمركب. الريزونانس ليه أهمية عالية في وصف ليه أهمية عالية في وصف ال delocalized electrons، تمام، اللي بتبقى موجودة في المولكيولز، اللي بتبقى البولي أتوميك أو الأيونز اللي بيبقى فيها one electronic structure ما بيقدرش يوصفها وصف كامل. بيرمز للريزونانس او بيبقى التو ستراكشر مرموز ما بينهم او بيبقى مرسوم ما بينهم اللي هو التو هيدد ارو، تمام، بهذا الشكل. ده بي 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 معناه ان هو بيحصل عملية التبادل ما بين التو ستراكشر اللي قدامه واللي وراه. لكي لا يتم الخلط او اللخبطه ما بين الريزونانس والايزومر، فهنا الفرق ما بين الريزونانس والايزومر بيتوضح عن طريق ان الايزومر نفسه ما هو الا عباره عن تو مولكيول ليهم نفس الكيميكال فورمولا، ولكن بيختلفوا عن بعض في ترتيب الذرات حوالين او ترتيب الذرات في السبيس عامه، تمام. هم يعتبروا تو كيميكال سبيسيز او مركبين كيميائيين، ممكن نفصلهم او ممكن يبقى في بعض الخواص المختلفه ما بينهم ويمكن فصلهم عن بعض، ولكن الريزونانس كونتريبيوترز نفسها، تمام، هي بتبقى نفس الملكيول بنفس ترتيب الذرات في الفراغ، ولكن بيختلفوا فقط في الطريقة اللي بيتم توزيع الإلكترونات في اللوس ستراكشر بتاعها، تمام، أو تكوين البوند نفسها حوالين الذرات. طيب عشان نفهم أكتر هنبص لبعض الأمثلة. لو بصينا المثال هنا اللي هو الكربوكسيليت اللي قدامنا، ايونيك كاربوكسيليت في للفورميك اسيد كمثال، بلاقي عندي هنا الدبل هيدد ارو، تمام، ما بين التو ستراكشر دول. ده معناه ان بيحصل عملية ريزونانس ما بين تو ستراكشر او بيختلفوا عن بعض في ترتيب الالكترونات، فقط ان الالكترون بتنتقل من الاكسجين لكون الدبل بوند في هذا الاتجاه، تمام، في نفس الوقت الدبل بوند اللي ما بين الكربون والاكسجين بتبدأ تتكسر وتطلع على الاكسجين الاخرى او الاكسجين ذرة الاكسجين الثانية بتعمل لها عملية استقطاب. التو ستراكشر او الريال ستراكشر بتاع المركب ما هو الا هجين ما بين التو ستراكشر، ممكن استنتاجه بهذا الشكل، تمام، اللي هو عملية أو الريزونانس هايبرد أوف ذا تو كانونيكال ستراكشر. لو بصينا لمثال تاني اللي هو النيترو ألكان أو النيترو جروب نفسها، بلاقي إن اللوس ستراكشر بيحدد لي إن النيتروجين بتكون سنجل بوند مع ذرة أكسجين، ومع الذرة التانية بتكون دبل بوند، فبالتالي من المتوقع ان انا الاقي طول السنجل بوند اطول من الدبل بوند. يعني طول السنجل بوند معروف دايما ان هي ليها طول اطول شوية من الدبل بوند، ولكن الواقع بيقول ان طول البوند ما بين النيتروجين والاكسجين وذرتين الاكسجين
متساوي مع ذرتين الأكسجين فهو متساوي، وهو بيقع في مي في مسافة ما بين اللي هو السنجل، طول السنجل وطول الدبل. مسافة متوسطة هي أطول من الدبل ولكن أقصر من السنجل. الكلام ده ما يقدرش يفسره غير ان بيحصل عملية ريزونانس ما بين التو بوند، تمام، او التو ستراكشر، ان البوند بتبقى سنجل في نص الوقت على الاكسجين والنص التاني بتبقى دبل وبتنعكس مع الذرة التانية، تمام. فبالتالي الاستراكشر او الهايبرد ستراكشر بتاع المركب ما هو الا الشكل اللي احنا شايفينه هنا، او الشكل الحقيقي لمجموعة النيترو اللي هي هايبرد ما بين التو ستراكشر بتوع لويس، واللي هي بتفسر لي ظاهرة ان طول الرابطة دايما بيبقى ما بين السنجل والدبل، وان الاشارة او الاشارة السالبة بتبقى ما بين التو اكسجين في الاتجاهين، بتبقى موجودة ما بين التو اتوم. بننتقل على جزء تاني برضو بتفسرها لنا الاستراكشر، بتفسرها بعض الاستراكشر فيتشر في الاورجانيك مولكيولز والترابط ما بين الكربون داخل هذه المولكيولز، وهي عملية الكونجيوجيشن، أو إيه هو الكونجيوجيشن في المركبات العضوية. الكونجيوجيشن أو الكونجيوجيتد كومباوند بيقصد بيه هنا اللي هي المركبات اللي بتحتوي على أكتر من دبل بوند، تمام، ولكنها بتبقى في حالة تبادل ما بينها وبين السنجل بوند. الكونجيوجيتد بوند هنا زي ما بنشوف هنا في المثال الأول، هي عبارة عن عملية تبادل ما بين الدبل سنجل دبل بوند، تمام، زي المثال بتاعنا اللي هو 1 3 البنتاداين، تمام. نفس المركب ممكن يبقى ايزوليتد دبل بوند، تمام، اللي هو بتبقى الدبل بوند ما بينها اكتر من سنجل بوند، او التو دبل بوند بينهم اكتر من سنجل بوند، في الحالة دي بنسميه ايزوليتد دبل بوند مش كونجوجيتد، زي الايزومر بتاع المركب التاني اللي هو ال 1 4 بنتاداين. الكونجوجيتد كومباوند في هذا الشكل بيقول لي ان هي بتبقى slightly more stable than الايزوليتد كومباوند، تمام، ان الكونجوجيتد كومباوند الاستابيليتي بتاعتها بتبقى اعلى من ال الايزوليتد كومباوند. الاستابيليتي او الثيرموديناميك استابيليتي ديت بتنعكس طبعا في ان المركب بيبقى له طاقة اقل، تمام، في الكونجوجيتد مولكيول، وده بينعكس في ظاهرتين قدامنا. الظاهرة الاولى اللي بنلاقي ان الكونجوجيتد كومباوند مقارنة بالايزوليتد كومباوند بيبقى لها هيت او حرارة احتراق اقل من الايزوليتد كومباوند، حرارة احتراق اقل من الايزوليتد كومباوند، او حرارة الهيدروجينيشن او الهيدروجينيشن عامة تبقى الطاقة بتاعته اقل من الايزوليتد ايزومر. في الفجرة اللي قدامنا هنا بيمثل لي هنا الايزوليتد بنتاداين والكونجيوجيتد بنتاداين، بلاقي ان الهيت اوف هيدروجينيشن للمركب عشان يتحول عندي للبنتان في حالة الكونجوجيتد هنا مقارنة بالايزوليتد، بلاقي ان الطاقة المنطلقة، تمام، بتبقى اقل من الطاقة المنطلقة من الايزوليتد، تمام. فرق الطاقة ده بيعزى إلى إيه؟ بيعزى إلى الكونجوجيشن أو وضع البوند نفسها في المركب، بلاقي إن المركب الكونجوجيتد الطاقة بتاعته أقل، فبالتالي هتنطلق منه طاقة أقل في عملية الهيدروجينيشن، لأن هو مور ستيبل، هو بيقاوم عملية الهيدروجينيشن
بشكل او باخر، فبالتالي الطاقة اللي هتنطلق منه تبقى اقل من الطاقة اللي بتنطلق من الايزوليتد دبل بوند. الظاهرة التانية بيقول لي ان الايزوليتد دبل بوند سهل جدا ان هي يحصل لها مايجريشن او تتحول لكونجوجيتد دبل بوند زي الكيتون اللي قدامنا هنا. بلاحظ ان الكيتون عندي هنا ده ايزوليتد، تمام، اللي هو انساتوريتد كيتون ايزوليتد بدبل بوند ما بين الدبل بوند ما بين الكربون والكربون والكربون والاكسجين، ان هو فقط ومجرد عملية التريتمنت لبي مع بيز ككاتاليست، فبتتحول او بيتحول المركب للكونجوجيتد فورم، تمام، بمنتهى السهولة، ان هو فقط تريتمنت مع بيز فبيتحول معايا للكونجوجيتد فورم. معنى كده ان المركب اسهل، ان هو ما بيحصلش عملية اتزان او ما بيحصلش تفاعل في الاتجاه الطردي، ده معناه ان المركب بيفضل الشكل الكونجوجيتد، او الشكل الكونجوجيتد بيمثل المركب اكثر استقرارا، يعني المركب هنا بيبقى في اقل طاقة. في التفسير هنا لو بصينا للتداخل ما بين الاوربيتالات، بيقول لي في الكونجوجيت الضيين بيحصل عملية تداخل ما بين البي اوربيتال اللي موجودة كلها على الاربع ذرات المكونين للدبل بوند. لو بصينا في حالة الايثان على سبيل المثال، تمام، بلاقي ان الايثان في اللي هي النيوكلير اوربيتال بتاعته بتديني اللي هي الهومو واللومو، اللي هو التو مولكيولار اوربيتال او البوندنج والانتي بوندنج مولكيولار اوربيتال. لو تو بارت او تو ايثان مولكيول هيحصل ما بينهم ترابط علشان يكونين كونجوجيت الضيين، فهيحصل التداخل ما بين الاوربيتال بتاعه التو بوند بهذا الشكل، اللي هي هنا اللي بتمثل لي الباي بوند، فهيحصل تداخل ما بين البوندنج اوربيتال عشان تديني تو بوندنج اوربيتال، تمام، يحصل التداخل ما بين الانتي بوندنج اوربيتال عشان تديني برضو تو انتي بوندنج اوربيتال، تمام. عملية التداخل ديت حصلت ما بين كل الاوربيتالات او البي اوربيتال عامة، تمام، فبيكون معايا فور مولكيولار اوربيتال جديد في المركب الكونجوجيتد، اتنين بوندنج واتنين انتي بوندنج بهذا ايه بهذا الشكل. فبلاحظ هنا فرق الطاقة ما بين البوندنج والانتي بوندنج في الايزوليتد ايثان، تمام، اعلى ما بين فرق الطاقة ما بين اللي هو اعلى اوربيتال في البوندنج واقل اوربيتال في الانتي بوندنج. الاربع الكترونات طبعا هيسكنوا في البوندنج اوربيتال اللي هي الاقل في الطاقه، تمام، في المركب اللي هو هنا اللي هو conjugated سيستم في اللو بوندنج اوربيتال، فبالتالي بيقلل الطاقه بتاعه المركب بشكل عام. الالكترون هنا ما بتبقاش منعزلة عن بعضها، ولكن بتبقى سبيرد ما بين الفور اتوم. لو بصينا هنا للمثال بتاعنا اللي هو الكونجوجيتد سيستم، بلاقي ان السحابة الالكترونية هنا متصلة بتغطي عندي ما بين الفور كربون اتوم، بعكس الايزوليتد ان بيحصل ايزوليشن هنا ما بين ثابتة ما بين تو اتوم وتو اتوم، تمام، ده لانها بتحصل عملية اوفرلاب ما بين الفور اتوم او الفور بي اوربيتال الموجودين على الاربع. عشان الكونجوجيشن هنا يحصل معايا، فلازم البي اوربيتال الموجودة عندي تبقى كلها متوازية مع بعض، تمام. يعني ايه متوازية مع بعض؟ عشان يحصل التداخل ما بين البي اوربيتال لازم البي اوربيتال تبقى متوازية، اخده وضع المتوازي. يعني ايه متوازية؟ يعني بتبقى عمودية على نفس البلين، يعني كل البي اوربيتال بتبقى واخدة وضع عمودي على بلين واحد، بحيث ان هي تبدأ تتداخل
مع بعض عشان يحصل عندي الكونجوجيشن. الكلام ده هيؤدي الى ان السنجل بوند اللي موجوده في الكونجوجيتد سيستم اللي ما بين التو دبل بوند بيبقى ليها ان هي تعمل فري روتيشن، ممكن يحصل عليها فري روتيشن او عمليه التفاف حواليها، دوران حواليها، تمام، اللي هي بتبقى موجوده ما بين السي 2 والسي 3 بوند. تمام، في الحاله ديت ان هيحصل التداخل ما بين الاربعه، فبيحصل عمليه ريستريكشن للروتيشن دوت، او الروتيشن ده ما بقاش فري، ما بيقدرش المركب يعمل روتيشن حوالين السنجل بوند دي بسبب تداخل البي اوربيتال مع بعض. تمام، وبالتالي وده فعلا اللي هو الملاحظ عمليا في ان المركبات او الكونجوجيتد داين دايما بتبقى اخده كونفورميشن معين ما بيتغيرش. كمان وجدوا ان طول البوند ما بين الكربون 2 والكربون 3 بتبقى اقصر بكتير من الطول المفترض للسنجل بوند خلاص، وهي بتبقى اخده طول ما بين السنجل والدبل بوند، تمام، او الباي بوند. تمام، ده بسبب ان عمليات التداخل كلها او الالكترونات بتبقى سبيرد ما بين الاربع ذرات، وبالتالي بتبقى اخده بعض صفات الدبل بوند. طيب عملية الديلوكاليزيشن دي أو عملية الكونجوجيشن بيقول هنا إن هي بتساهم أكتر في عملية الاستابلايزيشن للإكسايتد ستيت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بتقلل الطاقة للإكسايتد ستيت. طيب نرجع تاني للاستراكشر في الفيجر بتاعنا هنا. عندي التو إيثان مولكيول اللي هم الأيزوليتد. هنا الأيزوليتد إيثان مولكيول بيبقى فرق الطاقة ما بين الجراوند ستيت او البوندنج ستيت و الانتي بوندنج ستيت اللي هو الاكسايتد ستيت. تمام، فرق الطاقة هنا ما بينهم واضح. تمام، في حالة التداخل ما بين مولكيول تاني من الايثان او دبل بوند تانية زي ما قلنا هيكون لي اربع اوربيتالات جزيئية، فبلاحظ ان الاعلى بوندنج اوربيتال في الطاقة، تمام، المسافة ما بينه أو الجاب ما بينه وبين اللي هو أقل الأنتي بوندنج أوربيتال في الطاقة بتقل عن ما كانت موجودة فين في الإيثان، فبلاقي فرق الطاقة هنا أقل من فرق الطاقة اللي موجود ما بين الأوربيتالات اللي هي البوندنج والأنتي بوندنج في الإيثان. فالإكسايتد ستيت هنا حصل له تقليل في الطاقة، فبالتالي حصل له عملية ستابلايزيشن. كل ما الكونجوجيشن زاد، كل ما كان او عمليه التداخل ما بين الاوربيتالات، عدد الاوربيتالات هنا زاد، كل ما حصل ان الفرق الطاقه ما بين الاكسايتد ستيت اللي هو اللومو، تمام، والجراوند ستيت او اعلى جراوند ستيت عندي اللي هو الهومو بيقل. تمام، فرق الطاقه هنا ما بين التو اوربيتال دول، تمام، ده اللي هي الفرق بتاع الاكسايتد ستيت والجراوند ستيت، بيقل كل ما عدد الاوربيتالات المتداخله او كل ما الكونجوجيشن زاد، يعني عدد الدبل بوند اللي بيحصل كونجوجيشن ما بينهم بيزيد، كانت واحدة غير اتنين غير تلاتة غير أربعة. ده معناه ايه؟ معناه ان دلوقتي الالكترونات اللي هي بتاعت البوندنج اللي بتبقى موجود فيها الالكترونات، سهل جدا يحصل للالكترونات دي اكسايتيشن من اعلى اوربيتال، تمام، في البوندنج لأقل اوربيتال في الانتي بوندنج. كل ما عدد الكونجوجيشن زاد، كل ما فرق الطاقه ما بين الاكسايتد بتاع الاكسايتد ستيت قل، كل ما كان عمليه الاكسايتيشن للالكترونات هنا بتتم بشكل اسهل. يعني ايه بتتم بشكل اسهل؟ هتتم بطاقه اقل. تمام، هتتم بطاقه اقل يعني ايه؟ يعني الويف لينث بتاع الطاقة أو فوتونات الضوء اللي هتعمل اكسايتيشن للإلكترونات ديت هي ماله هيحصل لي زيادة، هيحصل اكسايتيشن عند ويف لينث أعلى. هنا مقارنة ما بين التداخل ما بين التو دبل بوند، تمام، هنا مركب كونجوجيتد فيه تو دبل بوند، وهنا مركب كونجوجيتد فيه أربعة دبل بوند.
تمام. فرق طبعا عدد الاوربيتالات او الميوكلر اوربيتال اللي ناتج عن التداخل هنا اعلى بكتير من ناتج عن التداخل هنا، وده بيصحبه طبعا فرق في الطاقة ما بين الاكسايتد ستيت بيبقى اقل كل ما زادت عدد الاوربيتالات. الكلام ده افهمه ازاي او ينعكس ازاي؟ لو بصينا على المثال اللي قدامنا هنا اللي هو الدايفينايل بولين، تمام. هنا مركب بنسميه الدايفينايل ما بينهم دبل بوند. عدد الدبل بوند ما بين مجموعتين الفينايل هنا هو n، بيتغير تمام على حسب عدد الدبل بوند في كذا مركب او بنسميها هوملوجس سيرس، تتغير على حسب عدد الدبل بوند ما بين التو كومباوند. في السيمبل داين بيحصل ابزوربشن في اللي هي الالترا فايلت ريجون، تمام. طيب كل ما عدد الكونجوجيشن بيزيد كل ما الطول الموجي في الابزوربشن بيزيد، تمام، كل ما بتخش على الفيزيبل ريجون. طيب في حالة الداي فينايل بولين هنا، لو افترضنا ان هو عندي هياخد ال N بواحد، فكان هنا مقابل لي ان اللون بتاعه عبارة عن colorless. لما ال N كانت ما بين 2 و4 حصل conjugation ما بين 2 double bond ل 4 double bond، المركبات دي كانت بتاخد اللون الاصفر، ده معناه ان هي بدأت تمتص فين في ال visible region. colorless ان هي لسه بتمتص في ال ultraviolet اليلو، معنى كده ان هي بدأت تمتص في الفيزيبل لايت اللي هو الاقل في الطاقة والاطول في الطول الموجي. كل ما عدد الدبل بوند عندي هنا بيزيد كل ما اللون عمال يتغير معايا للون اخر على حسب الطول الموجي اللي بيمتصه وبيظهر اللون بتاعه، تمام. ده بيتفسر ازاي؟ بيتفسر ان بيحصل conjugation ما بين الدبل بوند، كل ما عدد الدبل بوند بيزيد كل ما عدد اوربيتالات البي اللي بيحصل ما بينها تداخل في الكونجوجيتد سيستم بتزيد، كل ما بيحصل فرق عدد اللي هي البوندنج والانتي بوندنج اوربيتال بيزيد، بيحصل فرق الطاقة ما بين الاكسايتد ستيت بيقل، تمام. فرق الطاقة او الجاب ما بين البوندنج والانتي بوندنج اوربيتال او الفيلد والانفيلد اوربيتال بيقل، فبالتالي بيسهل عملية الاثارة للالكترونات او انتقال الالكترونات لمستويات الطاقة الاعلى او الاكسايتد ستيت، خلاص، باستخدام او باستهلاك طاقة اقل، وبالتالي بتديني قدرة ان الالكترونات دي يحصل لها اكسايتيشن في اطوال موجية اعلى من اللي هي الالترا فايلوت في حالة المركبات الكالرلس.